بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة حبيبة وتير، رئيسة جمعية إسواس مدينتي. أصلة عن نفسي ونقابة عن أعضاء جمعية إسواس مدينتي، ورحب بجميع الحاضرين لإحياء هذا الحفل البهيج والذي يصادف نهاية تكوين بتدرج لشعبة البسنة، وذلك بعد جهد جهيد وعمل متواصل لجميع المتدخلين، والذي خلص إلى نتائج حسنة وأعطى ثمارا طيبة، وهذا ما أتلج صدورنا وأراح نفوسنا. فتفعيلا لأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإرساء هندسة جديدة لتكوين وتحسين جودة محتوى الخدمات المقدمة، وبناء على القانون رقم 1200 بتاريخ 25 مايو 2000 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، وعملا بدورية السيد الوزير الأول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 الرامية إلى تشجيع وتنظيم الشراكة بين القطاعات الحكومية والجمعيات. إرشأت جمعيتنا في إطار شراكة مع المديرية الإقليمية للفلاحة والمركز التأهيل الفلاحي بيرمزوي إلى تكوين مجموعة من الشباب بالتدرج في مجال البسنة وتهيئ الحدائق، مع الحرص على المواظبة وسلوك المستفيدين من التكوين. ونشكر خريب كافنتكات عن المواكبة، وشكرا. مدير مركز التأهيل الفلاحي بيرمزوي اقليم خريبكا، حنا اليوم في ختام واحد المسار ديال التكوين الفلاحي، مجموعه ديال الافراد ديال تنتميو لجمعيه اس او اس مدينتي اللي كنتمي لخريبكا في واحد المجال ديال البستانه، واليوم التسليم ديال الدبلومات من اجل انهم يبداو البحث على العمل مع الشركاء اللي حضروا معنا اليوم، لانابيك، المديريه الاقليميه الفلاحيه، الفلاحه، رئيس مصلحه التكوين المهني، من اجل انهم يعاونوا الاقليم ديالهم، ينميو فيه القطاع الفلاحي، المجالات اللي موجوده في المخطط المغربي الاخضر. هذه بدايه بالنسبه لهم، بالنسبه لهاد الطلبه، وكان نجاح بالنسبه لنا لان جميع الشركاء عبروا على الرغبه ديالهم باش يعاونوا هاد الشباب ديال الاقليم ديال خريبكا ديالنا اللي بغينا ننميوه من خلال الطاقات ديالنا، لانه هو المستقبل ديال الاقليم ديالنا.